مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة طلاب الصف العاشر، نلتقي اليوم في درس جديد من دروس الكيمياء بعنوان خصائص الأحماض. تتميز الأحماض أسيدز أولا بطعمها الحمضي اللاذع، ولعل ذلك هو مصدر اسمها حمض. وكذلك تمتاز الأحماض بأنها موصلة جيدة للتيار الكهربائي. إذن خصائص الأحماض: أولا طعمها الحمضي اللاذع، ثانيا بأنها موصلة جيدة للتيار الكهربائي. فلو أحضرنا مثلا وعاء ووضعنا بداخله محلول حمضي، وأحضرنا أسلاك توصيل ومصدر للتيار الكهربائي ومصباح كهربائي، وقمنا بتوصيل الدارة الكهربائية، فنلاحظ بأن محاليل الأحماض سوف توصل التيار الكهربائي. ونسأل سؤالا: ما سبب توصيل محاليل الأحماض للتيار الكهربائي؟ يعود ذلك لأنها تتأين عند إذابتها في الماء منتجة أيونات موجبة وسالبة حرة الحركة تختلف باختلاف الحمض، مما يجعلها موصلة للتيار الكهربائي. مثال: يتفكك مثلا حمض الهيدروكلوريك ويتأين في الماء حسب المعادلة الكيميائية التالية: HCl حمض الهيدروكلوريك عند وضعه في الماء فإنه يتفكك إلى H زائد 1 زائد Cl ناقص 1، فإنه نتج أيونات موجبة وأيونات سالبة حرة الحركة. الأيون الموجب هو H بلس، والأيون السالب هنا Cl ناقص 1. لو أحضرنا حمضا آخر وليكن مثلا حمض الناتريك HNO3 عند وضعه في الماء فإنه يتفكك أيضا إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة ليعطي H زائد 1 زائد NO3 سالب 1، أيونات موجبة وأيونات سالبة حرة الحركة، إذن توصل التيار الكهربائي. سؤال: هل جميع الأحماض تحتوي على عنصر الهيدروجين؟ ننتقل إلى المثال التالي: غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 يتفاعل مع الماء ليعطي حمض H2CO3. H2CO3 عند وضعه في الماء فإنه يعطي أيونات موجبة وأيونات سالبة، أي HCO3 سالب 1 زائد H زائد 1. إذن نلاحظ أن غاز CO2 يتفاعل مع الماء منتجا المركب H2CO3 الذي يتأين أيضا منتجا أيونات H زائد 1 وأيونات HCO3 سالب 1، لذا يعد محلول CO2 المائي محلولا حمضيا على الرغم من عدم وجود ذرات الهيدروجين في تركيبه. أيضا ينطبق هذا المثال على غاز SO2 كذلك. ننتقل الآن إلى بعض الأحماض الشائعة وأماكن تواجدها. مثال: حمض السيتريك الصيغة الكيميائية له C6H8O7، الأماكن التي يوجد فيها في الحمضيات مثل الليمون والبرتقال. حمض الأسيتيك CH3COOH، الأماكن التي يوجد فيها في الخل. حمض الكربونيك H2CO3 موجود في المشروبات الغازية. حمض الأسكروبيك فيتامين C الصيغة الكيميائية C6H8O6، الأماكن التي يوجد فيها في الحمضيات. حمض الكبريتيك
H2SO4 الأماكن التي يوجد فيها بطاريات السيارات. حمض الهيدروكلوريك الصيغة الكيميائية HCl عصارة المعدة. حمض اللاكتيك C3H6O3 الأماكن التي يوجد فيها في اللبن. حمض الفورميك أو حمض النمليك الصيغة الكيميائية HCOOH الأماكن التي يوجد فيها في النمل. يمكن التعامل مع بعض الأحماض بشكل عادي مثل عصير الليمون والبرتقال واللبن، وفي المقابل يجب التعامل مع بعض الأحماض خاصة الأحماض التي تستعمل في المختبرات والمصانع بحذر شديد، ولا يمكن تذوقها لأنها كاوية أو حارقة للجلد مثل حمض الهيدروكلوريك المركز وحمض الكبريتيك المركز. وفي حال ملامسة الحمض للجلد يجب غسله في الماء بشكل مستمر، ولذلك توضع في المختبرات والمصانع إشارات تحذيرية لمستخدمي هذه المواد تنبههم إلى خطورتها. وفي الختام جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلتقي في درس آخر بإذن الله تعالى.